يعني هذا الموضوع، هذا الشرف ما ناله غير الرئيس الأسد، لأن في قبله كان بابلو إسكوبار المعروف الكولومبي المعروف، ورئيسنا بشار الأسد هو الشخص التالي، ولكن بميزه هذاك كان عضو بالبرلمان، هذا رئيس دولة. الاحتمال الأكبر أنه هذا القانون يروح لمجلس الشيوخ وبعدين يوقع عليه الرئيس بايدن ويصبح قانون يلاحق فيه الرئيس بشار الأسد بتهمة أنه هو يعني رأس أو رئيس شبكة مخدرات تشكل خطر على الأمن الدولي. طبعا هي سابقة في تاريخ البشرية.